أنا سيد نصير مواليد 1905 في طنطا، أول بطل أولمبي في رفع الأثقال يفوز بذهبية الوزن الثقيل في أمستردام سنة 1928، والفوز ببطولة العالم في ميونخ 1930، وتم تكريمي بوسام النيل من الرئيس جمال عبد الناصر في أكتوبر 1965. أتمنى نجاح البطولة، وأتمنى التوفيق للاعبين المشاركين، وأن يتركوا بصمة إيجابية في مسيرة حياتهم الرياضية. أنا خضر توني مواليد 1916، مواليد حي شبرا العريقة بالقاهرة. قمت بتحطيم الرقم العالمي في رفعة الضغط عام 1935، وحصلت على الميدالية الذهبية في أولمبياد برلين 1936 وكان عمري 19 عاما، وفزت ببطولة العالم عام 1949 وعام 1950. أتمنى نجاح البطولة وأن يحطم اللاعبين الأرقام القياسية. أنا إبراهيم شمس من مواليد الإسكندرية عام 1917، ثاني لاعب مصري يحقق ميداليتين في تاريخ الأولمبياد بعدما حققت برونزية أولمبياد برلين عام 1936 وذهبية أولمبياد لندن 1948. فزت ببطولة العالم 4 مرات كان آخرها بمدينة ميلانو الإيطالية عام 1951. أهلاً وسهلاً بكم على أرض مصر وكل الأمنيات القلبية بالتنافس القوي بين جميع الفرق المشاركة في البطولة. أنا محمود فياض مواليد محافظة الإسكندرية عام 1925. حققت فضية بطولة العالم في باريس عام 1946، ثم فزت بالميدالية الذهبية في أولمبياد لندن عام 1948 بعدما حصلت علي 3 أرقام قياسية في وزن الريشة. فزت بميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم عامي 1949 و1950. كل الأمنيات الطيبة لجميع الفرق المشاركة في البطولة وتقديم أفضل المستويات.